بخصوص الاجتماع اللي حصل في مقر المحافظة بدعوة من الجهات الرسمية الفلسطينية لوجهاء في مدينة الخليل، وأيضا لبعض مسؤولي التنظيم لحركة فتح للتباحث أو النقاش حول مسألة الأوضاع في الضفة الغربية وحالة التصعيد. للأسف يعني ما سمعت، وكأنه يعني جماعتنا بيتخذوا موقف الدفاع عن النفس، وكأنه شعبنا الفلسطيني وحركته المقاومة هي المسؤولة عن عملية التصعيد في الضفة الغربية أو حتى يعني في أي موقع آخر. وهذا الحكي مجافي للحقيقة. وأنا هون بحب أذكر بأنه الجهات الأمنية الإسرائيلية توجهت لمخاتير وكبار عائلات الخليل قبل فترة في الوقت اللي حصل فيه التفجيرات، يهددوهم فيها بطريقة واضحة وجلية بأنه إذا خرجت أعمال مقاومة من المحافظة فسيكون هناك عقاب اقتصادي. وفي حديث القنوات الإسرائيلية كان واضح أنه مدينة الخليل بيعتبروها أكبر مدينة اقتصادية وتجمع سكاني وثقة لحركة المقاومة حماس، وبالتالي يعني لابد من اتخاذ إجراءات رادعة. وهم بيعتقدوا أنه في مدينة الخليل العنصر الاقتصادي يشكل حالة ضاغطة، وأن رجالات العشائر لهم تأثير كبير على هذا الصعيد. والحقيقة هي مغايرة تماما لهذا الموضوع، أنه الحالة الشعبية ليست على انسجام تام مع العائلات والعشائر ولا حتى مع السياسة العامة للأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية. للأسف السلطة الفلسطينية واقع تحت ضغوط اتفاقيات وقعتها في يوم من الأيام على أمل إقامة دولة فلسطينية. تنصل الاحتلال الإسرائيلي من كل هذه الاتفاقيات، وبالتالي الأصل أن ينتفي هذا الأمل من خلال التحلل من هذه الاتفاقيات اللي تحلل منها الاحتلال من الناحية العملية وأفقد السلطة سلطتها أو أي شكل من أشكال السلطة كانت تتمتع فيه في لحظة من اللحظات. وبالتالي لما بنقرأ هذا الموقف اللي بدر من بعض المتحدثين في هذا اللقاء، أنا في اعتقادي أن هناك توجيهات رسمية من السلطة الفلسطينية ومن التنظيم لاتخاذ مثل هذه الخطوات، بغض النظر عن أنه في بعض الأحيان الحديث عن التصعيد يعني قد يكون مضر، قد يكون له أثمان. أوكي، يعني في مراحل معينة ممكن أن تكون هذه الحسابات قائمة وموجودة وتؤخذ بعين الاعتبار، إلا أنه لما بيكون الاحتلال هو المسؤول عن عملية التصعيد، فالأصل أن يكون لهاي السلطة ولهاي الجهات السياسية ولحتى العشائرية إذا بدها تتكلم في السياسة أن تضع النقاط على الحروف وأن تحمل الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد، وبالتالي تراجع عن خطواته التصعيدية وضبط ولجم المستوطنين اللي بيعيثوا فسادا بأملاك وأرواح الفلسطينيين، ولم يتورعوا حتى كجيش عن قتل متضامنة أمريكية تحمل الجنسية الأمريكية والتركية على السواء من قبل جنود الاحتلال. ومسألة راشيل كوري يعني مش بعيدة أيضا عن إنه الجرافة الإسرائيلية داستها وهي متضامنة مع الشعب الفلسطيني. الحقيقة إنه ما يجري في الضفة مرتبط بما يجري أيضا في غزة وبقية الساحات المختلفة، وبالتالي لا تستطيع قوة في الأرض أن تزيل من عقول الناس فكرة، والفكرة هي فكرة تحرر، فكرة معاناة من الاحتلال، فكرة توق إلى إقامة دولة مستقلة بكل معاني الكلمة بعيدا عن الاستيطان وبعيدا عن الاحتلال وحتى أيضا بعيدا عن أي مركز من مراكز القوى الإقليمية أو الدولية اللي بده يفرض رأيه على شعبنا الفلسطيني. هذا الشعب اللي تاريخه النضالي يمتد لأكثر من 100 عام في مواجهة الهجمة الاستيطانية الصهيونية، وبالتالي ترسخت لديه ثقافة المقاومة وترسخ لديه وعي وطني قائم على قناعة مطلقة سواء كانت بحق التاريخي
أو بحقه الإنساني أو بأي حق من الحقوق اللي الأصل إنها تصونها المؤسسات والقوانين الدولية.